حياكم الله مشاهدينا في حوار المساء. تبوأت المرأة في الإمارات مكان مرموق سياسيا واجتماعيا، وأصبح تأنون النسوة يدا تمسك بزمام الأمور، وتقلدت أيضا الوزارات وأصبحت قاطرة حقيقية لنهضة البلاد في شتى المجالات. ولكن رغم هذا ما زالت الرياضة النسائية تتوكأ على عصا وتحاول أن تجد لها مكان يليق بما سبق ذكره من مكانة وتقدير. أيضا اليوم نحن نفتح ملف الرياضة النسائية عبر الهاتف مع الأستاذة سحر العبد، عضو مجلس إدارة اتحاد الألعاب للقوة. حياك الله استاذه. هلا اخوي عبد الله، حياك الله. يحفظك يا رب، ومساكم مساكم الله بالخير في هذا البرنامج اللي هو مساء الامارات. والله يمسيكم بالخير وتسلمون على التواصل، وان شاء الله يقدرنا ان نقدر نوصل الرسالة اللي تبون توصلونها للمجتمع الاماراتي عن الرياضه النسائيه. اكيد استاذه سحر. ايضا معنا الاستاذه خلود عبيد مبارك، عضو مجلس اداره اتحاد الامارات لرفع الاثقال ومشرفه فريق السيدات. حياك الله استاذتي. يا مرحبتين اخوي عبد الله، ومساء السعاده في يوم السعاده العالمي اليوم، والله يسعدنا ان شاء الله جميعا. ومساء الخير اختي سحر، وان شاء الله نكون ظراف خفاف عليكم اليوم ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا نحن عندنا تقرير عن هذا الموضوع ان شاء الله، ونعود للحوار نتناوله ثلاثتنا ان شاء الله باذن الرحمن. انتظرونا وتابعوا ويانا هذا التقرير. اذا مشاهدينا الى تقرير حوار المساء، تابعونا. على الرغم من الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لإنعاش الواقع الرياضي بمختلف أشكاله وفئاته، إلا أن واقع الرياضة النسائية يشهد تراجعاً كبيراً بحسب مختصين رياضيين. فعلى الرغم من كثرة وانتشار المواهب وخاصة في المدارس والجامعات، إلا أنها لا تجد من يتبناها ويساهم في تطويرها، بما ينعكس على مستوى هذه الألعاب، وهو ما يهدد الرياضة النسائية في الدولة بالانقراض. ومن الملاحظ أن كثيراً من الأندية شرع خلال السنوات الأخيرة في إلغاء عدد من الألعاب النسائية، وهو ما يعني أن التقصير هنا لا يطول الأندية فقط، بل يمتد إلى الاتحادات المعنية بنشر هذه الألعاب وتطويرها وتوفير مناخ إيجابي لها، حيث اكتفت بدور المتفرج وركزت في البعض من هذه الألعاب على فرق الرجال فقط. وتؤكد شخصيات رياضية نسائية في الدولة أن الاتحادات الرياضية لا تقوم بالدور المطلوب منها في نشر هذه الألعاب في الأندية والترويج لها حتى تكون جاذبة، على الرغم من أن المواهب موجودة ومتوفرة، علما أنه لا يوجد عذر لهذه الاتحادات، خاصة أن الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة توفر ميزانيات لهذه الاتحادات، ولذا يجب عليها أن تفعل دورها وبشكل خاص مع الأندية والترويج للألعاب التي تشرف عليها وتسعى لانتشارها، لأن هذا دورها الأساسي، حتى تتمكن من خلق منافسات محلية حقيقية تساهم في تطور رياضة المرأة في مختلف الألعاب. أستاذة سحر، طبعا مثل ما شفتي هذا كان التقرير، أيضا الأخت خلود شاتي ويانا التقرير. إذا ما بدينا مع أستاذة سحر وقلنا أن طبعا اتحاد ألعاب القوة باعتبارك أنت أسستي منتخبات رياضية ونسائية، فإذا ما تحدثنا عن الصعوبات قبل الصعوبات، الرياضة الإماراتية النسائية افتراضيا كم عمرها تقريبا؟ اعتقد بدينا احنا يعني هي موجوده. نعم. تقريبا نقول احنا ببدايه البطولات الخليجيه اللي تاسست في نادي سيدات شارجه كانت بادي من سنه 96. نعم. بس كتواجد في منتخبات بدينا من الدوره الاولمبيه اللي دخل فيها العنصر النسائي في 2008. جميل. يعني احنا نتكلم عن تقريبا ما يقارب 20 سنه. صحيح؟ صحيح. إذا فعلا 20 سنة فهو مشوار ليس بقليل، فإذا هناك صعوبات أنتم تواجهونها وإلا ما طلعنا بهذا الموضوع اليوم، فما هي الصعوبات اللي أنتم تواجهونها في تأسيس الفرق طبعا الرياضية النسائية؟
شوف اخوي عبد الله، احنا اذا بنتكلم اول كنا دائما نقول ان الصعوبات من الاهل، العادات والتقاليد، من هالكلام اللي كان وايد يتكلمون فيه قبل، ان المراه ما تقدر تدخل في الرياضه او تعطي في المجال الرياضي لان العادات والتقاليد تمنعها من هذا الشيء. نعم. بس احنا من خلال تواجدنا في المناصب هاي الرياضيه بالعكس يمكن اثبتنا ان العنصر النسائي قادر على التواجد في الساحه الرياضيه. كيف خوي؟ سواء كاداريا موجودين كاعضاء مجلس اداره، بدينا احنا في 2008 اول دوره اولمبيه دخل فيها العنصر النسائي كعضو مجلس اداره سواء منتخب او تعيين. جميل. فبالتالي احنا بدينا هنا نشتغل على تكوين المنتخبات النسائيه. نعم. شكلت انا تقريبا اول منتخب نسائي لالعاب القوى كان في 2008، كانت لنا اول مشاركه في اول بطوله خليجيه. اول شيء يمكن الاهل كانوا متخوفين من تواجدهم، احنا العاب القوى تعرفها في مجال مفتوح، ملعب مفتوح طبعا، ودائما البطولات على المستوى العربي يعني من العربي وطالع هي بطولات مختلطه. صحيح. يعني لازم تكون بطولة سيدات ورجال، بطولة ناشئين وناشئات، عرفت؟ فمتواجدين في نفس الملعب، يعني ما بتقول صالة رياضية مغطتنهم، لا. فيمكن أنا أول الأيام كانوا الأهل متخوفين من هذا الشيء، بالعكس كانوا يتواجدون في الملعب. إحنا كانت تدريباتنا في ملعب نادي الضباط في دبي. نعم. على الساعة 4 تكون متواجدين، وأنا أكون حريصة حتى قبل ما يتواجدون البنات أكون متواجدة هناك. فشافوا الأهل إنه لا، في العملية في كنترول عليها، ان حتى الشباب يعني من خلال تواجدهم هناك خلاص هو يحترم ويحاول يساعد البنت، وعرف يعني صحيح. صار فهموا ان كلهم جايين يرفعون علم الدوله، عندهم مهمه لازم يسوونها عشان يوصلون للهدف اللي احنا نبغيه. فبالتالي يمكن هاي الصعوبه اللي واجهناها بقول لك في 2008 هاي كبدايات شويه، لكن بعدين لا صار الموضوع لا خلاص، يعني اذا انا ابغى اكون منتخب سواء على مستوى العاب القوى ولا على اي لعبه اتجه الى المدارس. نعم. بالتعاون مع المدرسات الرياضه، عندهم خلفيه كامله مدرسات الرياضه دارسين تربيه رياضيه، فاكيد حتى لو هذا بتستعين فيهم، مثلا هاي الطالبه ممكن شو تلعب، ممكن هاي تفيدني اذا اشتغلت عليها، ممكن في شو بتفيدني. هذه طبعا الاليات، لكن احنا كصعوبات هو انخراط الفتيات طبعا في النوادي. خلي بذهب الى الاخت خلود ايضا بنشاركها معنا في الحديث. استاذه خلود، طبعا الميدان الرياضي يقول البعض أنها حصري على الذكور ويحاصر المرأة، فطبعا تعليقا على أيضا حديث الأخت سحر، بين العادات والتقاليد موجودة حتى في الرياضة، لأن الرياضة هي مبدأها الأول والأخير هو الأخلاق وتقارب الثقافات، ومن ثم تأتي التشكيل الرياضي والميداليات وغيرها وغيرها. فإذا الميدان الرياضي هل هو عندنا في دولة الإمارات حصري على الذكور؟ والله لو كنت مكلمني البارحة كنت بقول لك عكس الكلام هذا. نعم. ولكن اليوم تفاجأت بالفعل أن الميدان الرياضي ذكوري، وكثير كثير من الميادين عندنا ذكورية. هذا بطبيعة الحال المجتمع، التقاليد، الأمور هاي كلها هي كانت تنصب حول الذكر. نعم. وما لا، واللي يجوز للذكر ما يجوز للمرأة. نحن نحاول ان احنا نطلع، وقدرنا مثل ما تفضلت الاخت سحر، التقاليد، الاهالي، الامور هاي كلها نحن بدينا نتخطاها. نعم. الحين بالفعل ياسين نحارب من جهه ثانيه، نحاول ان احنا نطلع من الميدان هذا، وان بالفعل المراه قادره انها هي تغطي كل المجالات هذه ومن ضمنها المجالات الرياضيه. صحيح. كان الرجال ما زالوا يعني نحن كسيدات ليش نشعر بالمحاصرة هذه، بالمحاصرة؟ لأن الرجل ينظر إلى المرأة إلى أنها عند على مواهبها ومهاراتها الكبيرة هذه إلى أنها تكملة عدد، أنها تؤدي وظيفة وخلاص، على الرغم من أنه في وظائف كثيرة تتطلب وجود المرأة، لأن ما في حد بيقدر عليها غير المرأة. فبالتالي حتى وجود، إذا نحن بنكون رياضة خاصة بالسيدات أو نسائية، لابد أن السيدة أو الـ يعني النساء هم اللي يقودون الشيء هذا. نعم. ما يبون ريال هو اللي يشوف ظروف المرأة، مين أقرب للمرأة، الرجل أو المرأة؟
يعني بدون ما أنا أجلس أفكر أكيد المرأة أقرب للمرأة في صحيح. أمور كثيرة صحيح. فبالتالي هي قادرة ولازم نطلع من الموضوع إحنا أن الميدان هذا الميدان الرياضي ليس مختصر على الذكور فقط. جميل. طب أستاذة سحر، يعني الآن تعقيبا على كلام أختنا خلود، أعتقد الحديث هنا يتحدث عن اتحادات خاصة في تطوير الرياضة النسائية واتحادات تكون بقيادة نسائية، شو رأيك؟ شوف أخوي عبد الله، أنا ما أقدر أحسبها كذي. ليش؟ لأن الاتحادات تتبع منظومة دولية، نعم. ما تتبع الهيئة. يعني الهيئة يمكن هي جهة تمويل، عرفت؟ نعم. أما أنت كاتحاد تتبع اتحاد دولي. صحيح. فأنت حتى لو تشكل مثلا بس بتشكل اتحاد سيدات، في النهاية ترى الأنشطة من وين بتي؟ من الاتحاد المعني نفسه، الأنشطة الخارجية المشاركات بتي من الجهة، من الاتحاد نفسه. هني أنت حتى يمكن أنا أقول لك إياها، أنت كعضو مجلس إدارة ومتواجد معاهم، يعني كعضو مجلس إدارة يمكن ما يوصلوا لك هاي المعلومة. نعم. أن في نشاط، فما بالك بيكون اتحاد مستقل؟ لا لا لا، نتحدث عن اتحاد مستقل، وإنما انخراط اتحاد النساء مع اتحاد طبعا الرجال، بأن يكون هناك كراسي خاصة بالنساء، وهذه الكراسي في سلسلة إلى يعني أصغر المهن التي ممكن أن توصل صوت النساء إلى هذا الاتحاد، طبعا كعضو في البداية ومن ثم حتى للمدرب وغيره وغيره. لا أخوي عبد الله، إحنا متواجدين، يمكن إحنا متواجدين من 2008، يمكن أول دولة خليجية تعتمد نظام العنصر النسائي متواجد في الاتحادات الرياضية كعضو مجلس إدارة، هذه من 2008. نعم. خلصنا منها كعضو، بس اللي كانت العملية مش مفهومة بالطريقة. يعني أنتوا حين الهيئة قررت أنه لازم يكون في كل اتحاد عنصر نسائي. نعم. طيب شو دور هذا العنصر صحيح. النسائي؟ شو صحيح. المطلوب منه؟ هذه لم توضح إلى الآن. أنا الحين دخلت الدورة الثانية هاي، يعني الحين أنا بكمل 8 سنوات في الاتحاد، إلى الآن مش معروف دوري في الاتحاد شو بيكون. هل هو تشريفي؟ هل هو بس تكملة العدد؟ ان او احنا خلينا نقول انه والله يا دول خليجيه ترى احنا سبقناكم ودخلنا العنصر النسائي؟ لا، هو طبعا اكيد ما بيكون في دور الا اذا ما خلق من خلالكم اختي سحر. ما هذا هو، احنا حبينا نكون متواجدين. نعم. خلينا نقول لجان نسائيه، يعني حتى انا ما ايد ان المراه بس تمسك اللجان النسائيه، لان هي داخله حالها حال الرجل، هي اداريه في النهايه، ترى هاي المنظومة كلها إدارية طبعا. يعني حتى الرئيس ما بيدخل في الملعب بجوتي وبينزل، ترى هو موجود في الملعب بلبس العادي الوطني. نفس الشيء المرأة، أنا متواجدة في الملعب ترى بزيي، فأنا أقدر أخدم البلد إداريا بطريقة رياضية. هذه إلى الآن ما وصلت، يعني إحنا خلينا نقول عادات وتقاليد وهذا خلصنا منها، الحين المجتمع الذكوري الرياضي مو قادر يتقبل. أنزين أستاذة خلود، المشكلة الحين. زين، بناخذ أيضا رأي الأخت خلود. عندنا أستاذة خلود، يعني يمكن الموضوع أرى الآن هو تواجد عضوات إماراتيات في الاتحاد الرياضي، فهذه طبعا بادرة جدا طيبة، ولكن حينما يعني ذكرت الأخت سحر بأن شو دور المرأة في هذا الاتحاد، ما أعتقد أن نحن إذا ما نحن أوجدنا الدور بأنفسنا ووضعنا الخارطة بأنفسنا ونزلنا إلى الميدان وحركنا وطالبنا، ما بيعطونا شيء، لان بيقولون صابرين، يعني يبون معناته الاعتماد بيكون هنا على الرجل. فانت في رايك اختي خلود، يعني خارطه الطريق للخروج برياضه نسائيه قويه كيف يجب ان تكون؟ شوف اخوي، بخصوص خارطه الطريق، لابد من ان نحن كعضوات نبتدي ان احنا مع المدارس، لابد ان احنا تثقيف الطالبات هذيلا وتعريفهم على الرياضه في البدايه. لابد أن يكون عندهم ثقافة رياضية. نعم. ما في الثقافة اللي موجودة اللي إحنا نبغيها في 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 مخ البنات. هذا اللي لازم الرسخة. الرسخة. نعم. من وين؟ الرسخة من المدرسة. الرسخة طبعًا هذا يوصل للأهالي في البيت في موضوع الرياضة، يتطور وياهم في المدارس إلى الجامعات والكليات. هاي البداية الصحيحة. وبعدين خذ منهم اللي تباه. طبعا مثل ما قلنا في البدايه ان نحن خلصنا من موضوع العادات والتقاليد. بالنسبه لي انا الحين الامهات يقولوا لي خلود بالعكس خذيهم عندك وخليهم انهم هم يمارسون رياضه.
صحيح. ولا انهم يلسون في البيت ويسووا باشياء ما تناسب، يعني ما تناسبهم، ويخربون ذاكره وخلصوا وبعدين. لا، نبغيهم يهتمون ويفيدون عمرهم بشيء مفيد، وطاقتهم هذه يطلعونها بشيء ايجابي، بشكل ايجابي. جميل. احنا بالتالي الاهالي خلاص احنا خلصنا منهم، ولكن احنا دورنا نحن كعضوات موجودات نكثف موضوع ترسيخ الرياضة بالمعنى اللي نبغيه، يعني تنويع الرياضة عندهم في المدارس. نحن من يوم كنا في المدارس وعندنا الطائرة، السلة، يلعبون ألعاب بسيطة اللي هي على أيامنا كان الجمباز، وكانت ألعاب القوى. ولكن هي أستاذة خلود، هذه في النهاية هي حصة، لم تكن ممارسة فعلية. صحيح. وإنما حصة. صحيح. فقط للترفيه، تغيير الجو حتى يستطيع طبعا الطالب والطالبة. نعم. بقاطعت بالكلام، بس في سنوات تسمع أن نحن كنا ناخذ يمكن 3 مرات في الأسبوع أو حصص الرياضة، قلصوهم. صحيح، قلصوا الحصص هذه. طب إذا ما أردت توجهي كلمة أخيرة أو خلاصة الموضوع، ماذا يجب أن يكون الحادث مستقبلا بإذن الله؟ أو بماذا تطالبون؟ متأملين خير إن شاء الله، مثل ما بديت أنا مسائي بالسعادة، إن شاء الله يا رب أن يكونون كلهم متكاتفين سواء رجال أو نساء لتطوير الرياضة عندنا النسائية. نعم. وما في يعني نحن ما عندنا قانون هذا ريال وهذه الحمد حرمة. لله. ما في هالشيء، وقياداتنا ما شاء الله عليهم يعني عاطينا أن نحن نبدع ونطور، وبالعكس ياسين يدعمونا بكل ما أوتينا القوة، يعني الباقي علينا نحن، الباقي علينا نحن، وأيضا اللي موجودين الحين كمسؤولين أنهم يقتدون بشيوخنا. الله يعطيك العافية أستاذة خلود، شكرا على هذه المداخلة، وشكرا طبعا على إجابتك على هذه الأسئلة، ونتمنى لكم التوفيق بإذن الله. الله يحفظك يا رب. إذن شكرا للأخت خلود عبيد مبارك، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لرفع الأثقال ومشرفة فريق السيدات. وأعود لأختي سحر وتقولي لنا كلمة أخيرة، ممكن من هذا يعني من هذا المنبر أن ممكن توجهين كلمة فعليا أنت تريدين أن توصلينها للاتحاد أو تريدين توصلينها للنوادي التي لا تسمح للمرأة بأن تتواجد بها. أتمنى أن الرجال الموجودين في المجال الرياضي يتعاونون مع العنصر النسائي. إحنا تواجدنا مثلكم، إحنا في النهاية نبغي نرفع علم دولة الإمارات. نعم. ما بغينا من دخولنا أي وجاهة أو من هالكلام اللي يتداول الآن من الإخوان الرياضيين الموجودين. أتمنى وقفتهم ويانا، شيوخنا داعميننا، أم الإمارات داعمتنا بشكل قوي. إذن الدور والباقي على القيادات الرياضية الموجودة في الساحة الرياضية، أتمنى وقفتهم مع العنصر النسائي الإداري حتى نقدر في النهاية نبدع وننتج منتخب يرفع دولة الإمارات، ومنتخب يكون إماراتي 100%. إن شاء الله. شكرا لك، كل الشكر أستاذة سحر. الله يسلمك. الله يحفظك يا رب. إذن أيضا الشكر موصول للأستاذة سحر العوبد، عضو مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوة. مشاهدينا طبعا الأمر واضح أن المرأة بحاجة إلى دعم من كافة الجهات، ويجب علينا البداية من المدارس مثل ما يبدون مع أطفالنا منذ العمر اللي هو الصغار 5 سنوات وأربع خمس سنوات 6 سنوات 7 سنوات، حتى في المستقبل يكون عملية صقل للمهارات وليس عملية تدريب من البداية في عمر طبعا قد يصل فيه الشخص إلى إمكانيات محددة ولم يكن جسمه أو عقله يلعب بطريقة تلقائية. شكرا لاتحاد الإمارات أيضا على تواجدهم معنا اليوم عبر الهاتف. مشاهدينا كان هذا حوار المساء، نأخذكم إلى فاصل وأعود بعد قليل مع مساء الإمارات.